خوتي اي جزائري حر ولا اي واحد من شمال افريقيا راه يتفرج في الفيديو خلوا لي رايكم في لي كومونتير. نتوما كيتبان لكم هاد الحديده اسكو نورمال اسكو عاديه في المختيحكم تبان لكم؟ خلوا لي رايكم في التعليقات وراح نقراهم كاع. نكملوا لا فيديو. السلام عليكم ليكيب، مرحبا بكم في الفيديو. بون غا سمعتوا الحديثه لها صاري في فرنسا هاد اليامات تاع الطفل النائل اللي تعرض لحديثه اختيال للاسف. طفل عنده 17 سنه ما كانش رافد رخصه السياقه، وهذا ما هذا ماشي سبب اللي يوصل باش ينقتل على خاطره. بوري صور تاع الشاب نائل كاع تعرفوها، حتى معليش نقولوها للناس اللي ما تعرفهاش. كان يسوق بدون كان كاري مرسيدس كلاس اي ام جي كلاس سي، كان يسوقها كان بلا رخصة سياقة. من بعد حكى فات على باراج، مين فات باراج فات كلي مباش حبس لهم، كون فاهمين يكون واحد ما لفتش برمي وقاع يخاف. أي كمل لحقو حبسوه، من حبسوه قعدو يزايرو فيه. كاين واحد لي فيديو راهم في لي ريزو سوسيو بالك شتوهم. من بعد دريو له كابوس ولا ديكو تقلا نتيرو عليك، هو بالخوف تاع لي شاف كابوس. هذا غير جا عندنا 17 طونج ما عارفكم فاهمين، جامي في حياته ما شاف كابوس. مين شاف كابوس بالخوف كثيرة وكاع جا مقلع تيرو عليك. قلتلو ناضو احتجاجات كبيرة في المدن الفرنسية، وقعوا حوادث كبار، اقتحام بلديات، حادثة حوادث كبار صراو. شحال من سيارة انحرقت، شحال من مبنى حكومي نحترق. الدم الجزائري ماشي رخيص. بون هادي كاع على بالنا بها بلي الدم الجزائري وليزالجيريان كاع يبغوا بعضهم وحارين في الغربه. مالغري كون في الغربه بالك كاين حالات شدات اللي يكونوا ماشي متعاونين وكاع، بصح في الوقت شده كاع يتلقوا كاع يلقوا بعضهم. والحاجه اللي عجبتني كاع من هادشي اللي صاري بين وزارة الخارجية الجزائرية اللي نحييهم بالمناسبة، داروا بيان اللي ندوا فيه الشيء اللي صاري، وبلي الخارجية الجزائرية راح مضامنة مع الجالية الجزائرية الموجودة في فرنسا، وهذا الشيء يشرف بزاف. وإن كان يدل في أنه يدل على أن الدعوة ما راهاش كما بكري، كما قال لكم رئيس الجمهورية، الجزائريين أحرار في قراراتهم وأحرار في سيادتهم. ما كان حتى واحد اللي يملي قرار الجزائري، ما كان حتى واحد اللي يمري قرار على السلطه الجزائريه ولا على الدوله الجزائريه، هي حره في اتخاذ القرارات. وما بقاتش كيما بكري في وقت بكري، ما بقاتش هذيك الهيمنه الفرنسيه على الدوله الجزائريه. راه كاين مؤشرات رائعين جدا اللي نحيو الدوله الجزائريه بكامل مؤسسات الامنيه تاعها. الموقف هذا موقف بطولي وموقف مشرف، وكيما نقول لك موقف ليس بغريب على ارض الرجال والشهداء الله يرحمهم ان شاء الله. بون خوتي نتمنوا العداله تتحقق، نتمنوا هاد الشرطي كيما يقول لك على الاقل 40 سنه السجن على الاقل كاع، باسكو الشيء اللي داره ما عنده حتى سبب اللي وصله باش يطلق النار على واحد جان جزائري.